متهم بقتل العشرات من أبناء دياله شيوخا وضباطا ومواطنين. اعتقال الملقب بأحمد رومية بث مشاعر الفرح لدى ذوي الضحايا الذين أزهقت أرواحهم على يد المتورط بقتلهم خلال السنوات السابقة. والدي شيخ سعد صريوي ورئيس مجلس بلدي في ناحية أبو صيدة انقتل على إيد هاي العصابة والمجرم حصرا أحمد رومية. ونشكر رئيس الوزراء والقوات الأمنية كافة والجهاز الأمن الوطني الذي أثلج قلوبنا للأمانة بإلقاء القبض على المجرم أحمد حسن الجواد الملقب أحمد رومية. والد الشهيد النقيب غزوان خضير جو لأبو صيدة لحقوق الضابط الأمن الوطني لحقوق العصابات التكفيرية من قبل علي جواد الحساني وعصابته وأحمد رومية. ولحقوق يعني مكان هو رجال بريء، وهسه حاليا المنطقة للأمان يعني توضأ بوصاية الله وصاية الرد السريع أمان موجود بأبو صيدة. بس ذوو الضحايا طلبوا بأن تكون محكمة رومية وتنفيذ حكم الإعدام في ناحية أبي صيدة ليكون عبرة للمتورطين بدماء الأبرياء. ونطالب من رئيس الوزراء المحترم أن يجيب أحمد رومية إلى المنطقة، وهذه مطالبنا ومطالب المنطقة أبو صيدة. أنا ابني انقتل على شارع يشتغل في شركة عمالة يوميته 15,000 دينار ولا إلى ذنب بأي شيء. والله أنا طالب بالإعدام ماله، أطالب بالإعدام ماله، وأريد مكان ما انقتل أريد يعدمونه. أنا أروح أعدمه بيدي، لأن ابني لا ذنب ولا صوت. والله على معيشتنا لا عدنا شيء يعطيني عدن كرعاشي. القوات الأمنية تحدثت عن تعاون المواطن مع قوات الرد السريع والأجهزة الأمنية، تعاون ساعد على اعتقال ابن رومية، وهنالك عمليات مستمرة لإلقاء القبض على ما تبقى من عصابته. هناك تعاون كبير من قبل المواطنين من كافة الأجهزة الأمنية من خلال قوات الرد السريع خلال الأجهزة الأمنية الباقية، استطعنا إلقاء القبض على أحمد رومية الذي قام بالكثير من القتل والتسليب والنهب في ناحية أبو صيدة، حيث جمعنا معلومات كبيرة بخصوص أحمد رومية، والحمد لله تمكنت القوات الأمنية بإلقاء القبض عليه. المعلومة الاستخبارية الدقيقة ساعدت على اعتقال أحد المتورطين في عمليات القتل والابتزاز والخطف، ومطالبات باستمرار العمليات النوعية من أجل إلقاء القبض على ما تبقى من المتورطين بدماء الأبرياء. المحافظة ديالى حسن الشمري، قناة التغيير.